مفيش دعوه. طالبه ممتحنه امنيه احمد محمد، طالبه ممتحنه هديه عبد الرحمن، طالب ممتحن هشام حسن علي، طالب ممتحن احمد صبري غباشي، طالب ممتحن محمد جمال ابراهيم، طالب ممتحن كريم حسن علي. لا محروم غياب يا دكتور. طالب ممتحن محمود عبد الرازق، طالب ممتحن احمد محمود امين، طالب ممتحن احمد محمد صبري. محمد جمال فين؟ انا كريم حسن عبد العزيز. نمرة 4 أساتذة في الكشف ده غياب، اللي هو أحمد عبد الحليم. محمد عبد العزيز. محمد جمال إبراهيم. كريم حسن عبد العزيز. طالب ممتحن محمود عبد الرازق. أحمد محمود أمين. طالب ممتحن أحمد محمد صالح. أوكي. يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل.
اتقطع عليها سمينة هو هشيش حطينا ولا مرة هتحصل فينا اضافة كتير حطينا قد قرب علينا اللي ما يتقاش وهقول لك حصل فاصل ركز بس اوعى تهصر انا جاي من الجنة متحضر هتشوف الوحش متحضر 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 ما انسى بان اضرب ضربتي الان كنت وياك يا جوان اني ما حسيتك عني هاني وصورك الناس اللي بلد الوحيد حلو فضل الموت فضل الكسب مرة وصار الذنب هو مثل حقيقة من الطيب اللي عايزه فيما يفاجئ عليا معقول لن تقبل كل هذا الخوف للاسف لرئيس الدين مثلا وجانب الدين دعني لو حدثت قليلا عن رجل الدين له يمنحك العطايا بتعملها بحيطوك بقبابك ويجلس باعلى على مرعاه النيابه والقواعد انظر لكن لا تلمس المس لكن لا تتذوق تذوق لكن لا تبلع وبينما تقصد انت ساعتها في اليوم كما انت يفعل يضحك بلذة الرعب يعلى على مقعده انه سخي اتصل بهذا يا سيديور اخوني طالما تعتني بالكلب الكلب وبسطة العبادات التي يعرف منها الناس اليهوديين كانك تعلموني باستكمال ما هو منك اما الان يظهر عليك في حاجه الجنون خير نريد منك رسولا كل الناس يقولوا كذلك أنت أصلا لما ننفس في نحنات الوعبة وأطلق لرأسك ما يطلب القلب لأنني من عشرة البلد أطلق مني بلد ما يبقى على ربك ألا يمكن أن أقول لك هل نفرض القلب مفوتا وهذا أقول لك يا سيور أنطونيو سأطلقك بروحك ولكن بالفائدة What's up?
عني انا كان الثمن بالنسبه لي جد رخيص من وحشين فقط اعتقدنا الى غرفه من الحاكم ثم اطعنا وفي ظهري قطعنا فجبات كانت صوره ابنتك في الجبل الارض الابيض وتراقبكم تشرق امامي وكنت اظن انها تساعدني تقوي ساعدائك يا احمي يا قربان العرس المشؤوم ولكنك من الخط ضحله وجراب رايت صورتها تتباعد وتتباعد لتحول ثوب العرس الابيض الى ملابس الحجاب السوداء فلست بفرائي تاركا ضحيتي سباحه بكم ارضاها وقد اخرجت من بين صفتيها المشرفتين كلمه تركت تستهزئ ما حشرتك الموت يا خائن يومها وكلمه تطاردني في صحن ونومي تقف حائلا بيني وبين ابنتي Thank you.